ايه الشيء اللي بتهرب منه في شغلك او في تاريخك السينمائي؟ ان الشرب واي نوع تاني من المخدرات، يعني بتهرب منه ولا بتهرب تماما بيها؟ بهرب منه تماما، لا بهرب منه، ببعد عنه، بهرب منه باميال يعني. وانا ماشي على كده بقالي 7 سنين تقريبا. يمكن قبل كده كنت مش مهتم وكنت مش واخد بالي وكنت يعني مش مستوعب، بس بقالي حوالي 6 7 سنين دلوقتي مستوعب ان انا عندي 43 سنه، ان انا مش بصغر، ان انا بكبر، وان انا لازم اهتم بنفسي اكتر ولازم اركز في شغلي اكتر. فابتديت اعمل كده، واعتقد انه يعني سنه بسنه الموضوع بيتحسن. ما بيحصلش انك تبص في المرايه فتحس انه فاروق الفيشاوي لابسك الى حد ما؟ لا طبعا خالص، لا فاروق الفيشاوي ده راجل زي القمر. انت عارف ان تجاربكم هو احلى منك طبعا بكتير، مش هنهزر، مش مني انا بس طبعا، مفيش مقارنه. احلى من براد بيت. مفيش مقارنه يعني، تحضير فاروق الفيشاوي براد بيت كده وركز لي هتقولي فاروق الفيشاوي. انا موافقه، انا موافقه. لا قصدي على الشخصيه وعلى التركيبه النفسيه. ولا حتى دي يعني، حتى انتوا شبه بعض في شخصياتكم قوي. احنا يعني انت بتكوبي حاجات منه ساعات. مش بكوبي، هو بتيجي بس بالفطرة، لانه احنا يعني من اول بالظبط عندي 12 سنة 13 سنة احنا بنخرج مع بعض وبنسهر مع بعض، ويعني he was my best friend، كان يعني صديقي الصدوق يعني. فأنا بس عندكم تجارب حياتية يعني متشابهة جدا، لو هي مش متطابقة حتى في علاقاتكم، في زيجاتكم، في حاجات كتير في حياتكم متطابقة. مختلفين تماما سياسيا مثلا، يعني على طول لاخر الخط بنختلف سياسيا مثلا، بس واحنا قاعدين في البيت احنا يعني عارفين ان في ناس هيعملوا كده، واحنا مش سياسيين، احنا فنانين. طب هو بس ناصري جدا، انت ما كنتش، انا سداتي جدا، وانتخبت السيسي ورقم البطاقه بتاعتي عندكم. من الصراعات للمورال، الفصل الاخير في روايتك. حلو قوي روايتك. روايتك روايتك مليانه كذب. بعد الفاصل مع احمد الفيشاوي. في فصل النهاية لما تقف وتبص في حياتك، تبص ورا كده، بتحس إن إيه اللي فاتك؟ لا أنا ما فاتنيش أي حاجة، أنا مولود في بقي معلقة ذهب بجد. مش لازم اللي فاتك يكون مادي، وبعدين أنت لسه لا معترف. لا مش مادي، قصدي أقول لك معترف في أول أنا الحوار رحت كتير إن أنت إن أنت كنت في حدائق القبة وكنت متضايق. أيوة أول 5 سنين والميكانيكي بس، وبعدين بقيت مولود في بقك معلقة ذهب. أيوة مش عند الكشك، ما هو في تطور حصل، بقيت طبقي فجأة أول ما ربنا كرمك، بقيت طبقي على طول في ثانية. حققت كل أمنياتك؟ مفيش ولا أمنية فاتتك؟ لا في أماني كتير ما فاتنيش وأحلام كتير. شفت بقى إنك متسرع؟ متسرع جدا، متسرع. بس يعني قصدي اقول انه مش مولود في بقي ذهب كفلوس، قصدي اقول مولود في بقي ذهب يعني اتعلمت في مدارس خاصه، يعني سافرت بلاد كتيره جدا مع ابويا وامي من وانا صغير. ده بالنسبه لي كان ده اكتر من الفلوس. الواحد دي انت الاماني بالنسبه لك فلوس؟ انا الاماني بالنسبه لي فلوس مادة؟ جدا بحب الفلوس جدا، بعشقها، عشان اسافر وارجع، اسافر اطيرها وارجع تاني، اعملها واروح رايح مطيرها وبعدين ارجع. طب غير الفلوس والذهب؟ الياقوت والالماس بقى والمرجان. والمرجان والريحه. غير الامنيات الماديه، اوكي، ايه الامنيه اللي في حياتك، حاجه كنت بتحبها وانت صغير او حاجه كان نفسك تعملها ما عملتهاش؟ حاجات كتير، منها ان انا نط من فوق طياره. بس دي انت فيها تقدر تعملها، مفيش حاجه فاتتك مش هينفع تعملها فات اوانها؟ لا انا اعتقد الحمد لله انا قفلت المنهج وعملت كل حاجه. انت وداخل قفلت بقى المنهج داخل على فعلا. 50 بقى حطيت صوره فاروق الفيشاوي على انستجرام وكتبت نفسي اروح له، كنت وقتها طبعا بتدور على الرحمه والراحه؟ اكيد اكيد. كان ايه اللي مضايقك؟ ما كانش حاجه مضايقني، هو وحشني لانه كان من اطيب والذ واجمل خلق الله، فاكيد عايز اروح له اقابله في الجنه اكيد. وفي نفس الوقت هو وحشني جدا جدا يعني. طب بالنسبه للحيره والتقلبات مثلا، قلت انا كنت سلفي وبقيت صوفي. انا كنت سلفي وبقيت صوفي، وكنت اخوان، وكنت وعمي كان تكفير وهجره
يعني حاجات ممكن تعمل حتى تفرش ثلاث حلقات معانا، تعمل مسلسل نبني عليها دراما. عمي وفدي الله يرحمه أخويا الكبير بس يعني تاب و... عشت التقلب ده، عشت الحيرة دي رايح جاي. مش تقلب، هو تناقضات، والإنسان على طول عنده تناقضات. زي ما بتقولي، بتقولي لي بشوي أنت بترجع في رأيك، قولك أيوة، ما أنا لو استوعبت وفهمت أن الرأي ده غلط هرجع فيه طبعاً، ليه لأ؟ اتعلمت إيه من التجربة من سلفي الصوفي شتان؟ هو ما كانش يعني، هو المسألة برضو ما أقدرش أصنف نفسي صوفي أو حاجة، لأنه ده في علم ربنا. هو أنت اللي قلت كده، أنت اللي صنفت نفسك. أنا ما صنفتش، لا أنا ما صنفتش، أنا قلت أن أنا كنت يعني أن أنا كنت إخوان مسلمين لمدة سنتين، فده مش تصنيف ليا بس ده خبرة. هو ده اللي أنا بقصده، اتعلمت حاجة هو ده مختلفة. اللي أنا بقصده، إخوان سلفي صوفي متدين وملتزم وسطي عادي، مش بتعلم مركز من أصحابي المسيحيين حاجات مثلا. في الآخر التجربة دي، الحيرة الدينية والتناقضات اللي انت عشتها في الجانب الديني في حياتك أو الجانب الروحاني في حياتك، طلعت منها بإيه؟ تعلمت منها إيه؟ تعلمت منها إن الحب والسلام وحاجات بسيطة جدا الحقيقة. أحمد الفيشاوي بتقلباته الدينية وتناقضات اللي عدى بيها كلها وعاشها، طلعت في الآخر بكونكلوجن إن الدين بالنسبة لك أنت بقى إيه مش بالنسبة للناس؟ هو الحقيقة أنا لسه معرفش ولسه بدور ولسه بعد كل ده. ده أنت عملت برنامج ديني يا أحمد؟ لا ما كانش ديني، كان ديني ومعنا كنا صغيرين. طيب أنا كنتش بفتي تجربة الحقيقة. طويلة وزي ما أنت قلت إخوانجي سلفي صوفي، يعني عديت بتجربة طويلة وبقيت راجل عنده 43 سنة ولسه بكتشف ولسه بتعلم ولسه ممكن أغير رأيي. وأخذ طبعاً كلنا، وأخذ توجهات كتير في الدين مختلفة وعكس بعض. صحيح، أكيد طلعت بمعلومة، طلعت بكونكلوجن يخصك أنت، بتاعك أنت، على مقاسك. يخصني أنا؟ على مقاسك، على مقاسك ما تعمموش. اللي بيقولك يعني زي ما أبويا الله يرحمه كان بيقولها لي بالظبط، ربنا رب قلوب. يعني الواحد بيحاول يبقى نيته صافية وسالك على قد ما يقدر علشان ربنا يكرمه، مش أنا بس أبقى سليم. أخطأت في حق حد وندمت وحسيت من جواك بالذنب؟ لا، وسواء تراجعت أو متراجعتش؟ عمري. عمرك ما أخطأت في حق حد؟ لا، أخطأت في حق ناس بس ما ندمتش. ما بتندمش؟ كانوا يستاهلوا. بتراجع نفسك؟ طبعا كل يوم تقريبا. بتراجع نفسك إزاي؟ بتقول لنفسك إيه؟ مثلا بصحى مثلا اقول طيب شاوي انت هتغسل وشك واسنانك وبعدين تروح الجيم، وبعدين ابتدي اقول لا طب انا اتمرن في البيت، يعني انا اقعد بقى خناقه ساعه مين هيروح الجيم، في شاوي 1 ولا في شاوي 2؟ بس غالبا في شاوي 2 اللي بيكسب بيروح الجيم. ده بالنسبه لك مراجعه النفس؟ لا ده الصراع. المراجعه دي حاجه ثانيه، ده قبل ما انام. قبل ما تنام الصبح بصارع، بالليل براجع. بتراجع ازاي؟ يعني بقول انا بكره هعمل ايه ان شاء الله، انا امي وحشتني عايز اشوفها، يعني براجع انا اليوم. بتقول انا زعلت حد؟ بقول لو زعلت حد ربنا يسامحني يا رب وانا مش واخد بالي. وانت واخد بالك؟ لا عادي، يستاهل لو تستاهل.